خلفية الاعتداءات التركية على مناطق وقرى سنجار، الإطار الشيعي يستضيف رئيس حكومة تصريف الأعمال لوضع حد للانتهاكات التركية على الأراضي العراقية. القوى الناشئة تعقد اجتماعا موسعا لمناقشة الأزمة السياسية لوضع حلول من شأنها الخروج من حالة الانسداد السياسي الذي يخيم على المشهد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة. وسط حزن وسخط كبيرين يستذكر ويستنكر العراقيون المجزرة اللي خلفها الجيش التركي على قرى سنجار في الموصل، لتتوالى الدعوات الأوساط الشعبية والسياسية لمناهضة العدوان التركي اللي تمادى بارتكاب المجازر بحق المدنيين العزل. آخر جرم للجيش التركي على اللي اجتاح الأراضي العراقية هو توجيه ضربتين بغارتين متتاليتين أريقت على إثرها دماء العراقيين في سنجار بعد أن خلفت عددا من الشهداء والجرحى وسط صمت حكومي من هذه الانتهاكات اللي تعكس عدائية حكومة أنقرة للعراق وشعبه. أما في الملف الآخر فإن القوى المدنية الناشئة وعند دخولها على خط الأزمة فإنها اليوم بصدد إطلاق مبادرات تتمخض عن ذلك أو تمخض عنها الاجتماع اللي عقدته للخروج من حالة الانسداد السياسي، وهنا تطرح سيناريوهات عدة على الساحة، أولاها إمكانية التقارب بوجهات النظر بين هذه القوى والقوى المتحالفة معها والمتساوقة معها بالرؤية من الأحزاب التقليدية، وكذلك من جهة أخرى مع الإطار الشيعي، وهذا ما دعا مراقبين لتحليل هذا الوضع بأنه الأزمة ما زالت تلقي بظلالها على المشهد السياسي اللي ما يزال يشهد غموض في المواقف السياسية. إذا مشاهدينا في حصادنا لهذا اليوم راح نناقش هذين الملفين المهمين، تتفضلون بقاء ويانا ومتابعتنا. من جديد حياكم الله. وسط صمت لم تحرك به حكومة تصريف الأعمال ساكنة أن تعاود أنقرة قصفها للأراضي العراقية بعد توجيه عدة ضربات على أراضي سنجار في وقت يرى به متخصصون بالشأن الأمني والسياسي أنه هاي الهجمات التركية على قرى سنجار إنما جاءت بعد ضعف موقف الحكومة الحالية واستهانتها بدماء العراقيين. ضمن هذا الموضوع نفتح أولى ملفات الحصاد، لكن بعد أن نشاهد تقرير الزميل هشام مري. بضربتين متتاليتين تعود مجددا أنقرة بقصف الأراضي العراقية مقابل صمت الحكومة التام حيال هذا التعدي، إذ يراقب المتخصصون هذه الهجمات والاعتداءات جهارا يعزوها إلى ضعف موقف الحكومة العراقية والاستهانة بقيمة الدماء، فقد راح ضحية هذا الاعتداء شهداء وجرحى بعضهم في حالات حرجة. أما تواتر الإدانات والاستنكار من قبل الرافضين لهذا التجاوز لا يكفي لإيقاف تكرار الهجمات المخطط لها، فقد ذكرت مصادر أن الاحتلال التركي أبلغ وزارة الدفاع بمعاودة القصف مرة ثانية تحت ذرائع وهمية بغية الوصول إلى حزب العمال الكردستاني، لكن الواقع هو احتلال واضح يستهدف المدنيين الأبرياء في المحافظات الشمالية، إذ يقول خبراء أن الهجرة من المناطق المعرضة للقصف التركي تلوح بالأفق إن استمرت الحكومة بموقفها الخجول إزاء نوايا تركيا المحتلة للسيطرة على الأراضي العراقية وتجاهل حق الأبرياء والمحافظة على أرواحهم، إذ سيؤثر هذا التجاوز على العلاقات بين البلدين وعلى الحكومة معالجة الموقف لصد تلك التجاوزات. نهى الشماري، الأيام الفضائية.
من جديد حياكم الله مشاهدي الأحبة، ورحب بضيوفي الأكهل الأستاذ حسين شلوشي الكاتب والمحلل السياسي. حياك الله أستاذ حسين، ضيفا كريما محمد حضرتك. وكذلك أرحب بالسيد قصي عباس الشبكي النائب السابق عن محافظة نينوى. أرحب بك وأبدأ من حضرتك أستاذ قصي. نتحدث أنه هذه لم تكن المرة الأولى اللي يتم بها التجاوز واختراق السيادة العراقية وقصف مناطق سنجار، فأين تعزو أسباب هذه الانتهاكات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على هذه الفرصة. التحية لك ولضيفك ولمتابعي قناة الأيام. يعني قبل ما أبدي بحديثي يا ريت بس تعالجون الصوت، لأن حقيقة لم أسمع الصوت بشكل جيد. نعم. لكن يعني تقريبا افتهمت السؤال بأنه موضوع القصف التركي الأخير. نعم. يعني أسبابه من هذا القبيل. نعم. حقيقة لم أتأكد منه. وهو كذا بدون شك اليوم تركيا يعني تتمادى يوما بعد آخر، وليكون يعني لا يكتفي فقط بقصف مواقع حزب العمال الكردستاني، بل بدأ بقصف مناطق آهلة بالسكان، بقصف عراقيين حقيقة ذاقوا الأمرين في فترة حقبة داعش، واليوم لا يستطيعون العودة إلى مناطقهم، وبدأت تركيا تقصف مناطقهم، مناطق الأقليات اللي كانت يعني دائمة مناطق صراع، مناطق خلاف ما بين حكومة الأقليم وحكومة المركز. هذه المنطقة اللي تمتد من سنجار باتجاه سهل نينوى، اليوم الأتراك بدأوا يتوسعون من انتشارهم وتوغلهم داخل الأراضي العراقية، ولديهم العشرات من المواقع والمعسكرات، ويعني البعض من المعسكرات أصلا موجود في مناطق ما موجود في حزب عمال كردستاني. يعني على سبيل المثال المعسكر اللي موجود في بعشيقة أصلا في هذه المنطقة ما موجود أي عناصر لحزب العمال الكردستاني الفككة، لكن هم موجودين في هذا الموقع. وبالتالي أعتقد اليوم يحدث كل هذا في ظل صمت مطبق من قبل الحكومة، ولا كأنه الأمر يعني ويعني حقيقة نحن نستغرب لهذا الصمت، لهذا الموقف يعني الغير المسؤول من قبل الحكومة. أستاذ حسين، جد ترحب بحضرتك. اليوم قوى الإطار الشيعي حسب ما رشح أن من مصادر إعلامية بأن استضافة رئيس الحكومة حكومة تصريف الأعمال سيد الكاظمي للوقوف على الإجراءات اللي من المفترض أن تقوم بها الحكومة الحالية تجاه اختراق السيادة. بالتالي رأيك هل سيكون هناك موقف حكومي بعد هذا الضغط من الإطار؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيفك الكريم من سنجار. الاعتداء التركي الأخير ليس هو الأخير وسوف لن يكون الأخير. نعم. ولا الأول بالتأكيد، هو في عام واحد أكثر من 18 اعتداء، وفي شهر واحد أكثر من 6 اعتداءات، بمعنى هذه حالة متكررة. لو كان الحكومة إجراء لكان في الأولى والثانية أو الثالثة أو الرابعة، نقول في هذا العام. حقيقة في موضوع التعويل على الحكومة باتخاذ هذه الحكومة، حكومة السيد الكاظمي، لا يستطيع أن يتخذ أي قرار تجاه تركيا ولو بالإشارة، ولو بالإشارة. العراق لديه إمكانية ولديه قدرة حاليا حد الأقل في هذه المنطقة وفي حدود المنطقة في سنجار وحول سنجار وفي بعشيقة التواجد التركي العام، لديه القدرة لاتخاذ إجراءات سواء سياسية اقتصادية أمنية عسكرية، ولكن لأن هذه الحكومة مرتبطة تماما بحكومة الإقليم وبالذات مع الحزب الديمقراطي الكردستاني. نعم. المعركة هناك هي هذه معركة كردية، وجزء من الأكراد اللي هو حزب الديمقراطي الكردستاني العراقي يصطف مع تركيا في كل الحلقات لتقويض. نعم. وجود حزب العمال، هذا العنوان الأبرز والأكبر لهذه المعركة. سيدي الكاظمي جزء من هذه الأطراف، مر بالتزام الدولة العراقية والحكومة العراقية بمقاتلة ومطاردة الإرهاب على اعتبار الولايات المتحدة صنفت حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية. ما يقوم به حزب العمال الكردستاني هو نفس ما يقوم به الحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي من طيلة الفترة قبل 2003 وطيلة التاريخ العراقي. مش عجب الآن الحزب الديمقراطي لا يقبل على حركة كردية منتظمة لديها وجود اجتماعي وسياسي من 84 وتقاتل النظام وتريد أن تثبت حقوق كردية
في الدولة التركية، لماذا الآن لا يقبل؟ ولذلك الخطوات متسلسلة بالنسبة إلى انسحاب وتنصل الحكومة من سنجار بالذات بدءا من أكتوبر 2020 في عقد اتفاق سنجار أو ما سمي باتفاق سنجار. حقيقة هذا الاتفاق هو شال سنجار هدية وأعطاها للحزب الديمقراطي الكردستاني عندما حجب كل القوى أن تنسحب من سنجار باستثناء أكو عناوين الجيش والشرطة الاتحادية وما إلى ذلك، هذه العناوين التي بقت وبضمنها الإدارة المحلية في سنجار هي تابعة إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني، وانسحبت قوى الحشد الشعبي. قوى الحشد الشعبي فقط هذه النقطة، قوى مفردة سحب قوات الحشد الشعبي من منطقة سنجار ببعدين اثنين، هو تفرد الحزب الديمقراطي الكردستاني بإدارة المنطقة لوحده، وهذا صار هي مفردة اسمها التنسيق بين حكومة الإقليم والحكومة، واللي صار لا استبدال كل ثقل الحكومة في سنجار بالحزب الديمقراطي الكردستاني. الثاني الحشد الشعبي في سنجار في معظمه هو من أهالي سنجار، بمعنى أن أهالي سنجار تسلحوا تدربوا للدفاع عن أنفسهم، فهذا الاتفاق اتفاق سنجار هو راح إلى هذه النقطتين، واحدة رفع فيها الديمقراط وأطلق يده، والأخرى أضعف الوجود الأيزيدي خاصة في سنجار لتكون الساحة فارغة إلى الأتراك بالتعاون بين الحزب الديمقراطي والترك. طيب في هذه الحالة أستاذ قصي، لما يتحدث ضيف الكريم السيد حسين الشلوشي عن هذه المجريات ودور الحشد الشعبي في هذه المنطقة، أيضا نتحدث عن دور الحكومة المحلية كذلك قيادة عمليات نينوى بعد الانتهاكات التركية المتمثلة باستهداف قرى سنجار من قصف عدواني يستهدف المدنيين العزل. نعم، حقيقة اليوم يعني الجميع يكاد أن يكون مكتوف الأيدي، سواء الحكومة أو القوات الأمنية الموجودة هنا يعني تجاه هذه الانتهاكات وهذا القصف يعني الشبه يومي على هذه المناطق ومناطق مخمور. وبالتالي أعتقد اليوم يعني نحتاج إلى موقف واضح من قبل القيادة العامة للقوات المسلحة. الحكومة المحلية حقيقة يعني ما بيدها صلاحيات ولا عندها يعني أي سلطة فيما يخص تحرك أو تحركات القوات الأمنية أو قيام بأي رد فعل معين، لأنه هذا الأمر مرتبط مع مكتب القائد العام للقوات المسلحة ووزارة الدفاع في موضوع تحرك القوات الأمنية والجيش وتواجدهم ومسكهم الأرض في هذه المناطق. لكن اليوم أعتقد يعني إضافة إلى يعني صمت الحكومة اليوم، حتى يعني حكومة الأقليم أيضا، حكومة الأقليم أيضا لها دور كبير في هذا الملف. وبالتالي حكومة الأقليم حالها حكومة المركز حقيقة أيضا لا يعني لا يوجد أي حتى تصريح ورد فعل في اتجاه هذه الانتهاكات اللي دا يحصل على أهلنا في منطقة سنجار ومناطق أخرى في المناطق الشمالية. طيب أستاذ حسين، يعني هذا الموقف موقف الحكومة المحلية، نأتي إلى موقف البرلمان، دورات برلمانية تتعاقب، والقصف التركي كما أوضحت حضرتك وضيف الكريم أنه لم يكن الأول ولن يكون الأخير، بالتالي دور البرلمان خصوصا البرلمان الحالي مطالب بعدة مواقف تبدأ بالسيادة ولا تنتهي بتحقيق المصالح الخدماتية للمواطن العراقي، كيف سيكون موقف البرلمان؟ البرلمان الحالي حتى هذه اللحظة هو ليست في محل اتخاذ قرارات وقرارات كبرى مثل الدفاع عن العراق وسيادة العراق وحدود العراق ومشاكل، منشغل بأمور أخرى كانت وما زالت سياسية، لا سيما الذي يسمون أنفسهم سيادة أو ما إلى ذلك، هم جزء أيضا من هذا المشروع التركي في داخل العراق، هم الأقرب إلى هذا المشروع، لديهم علاقات، وإحنا نشوف الصور وجود السيد رئيس البرلمان، القوى الفاعلة في كتلة البرلمانية العريضة الكبيرة التي تمثل نوع وطيف عراقي مع الرئيس أردوغان، وأردوغان بوجود هؤلاء السياسيين وهؤلاء المسؤولين في أنقرة يقول سنطهر مخمور ومخمور قضاء ومدينة عراقية فيها فلاحين وفيها زراعة، وتقدم خدمات إلى العراقيين جميعا من خلال هذه المحاصيل الزراعية، وليس لديها مشكلة. يتسلل مجموعة أو أفراد من حزب العمال الكردستاني التركي،
إلى المناطق العراقية، وهذه مو جديدة أيضا، قديمة صار لها 40-35 سنة هذه العملية والمطاردة الأمنية، وهي محدودة ومعروفة للجميع وكيف تعالج. ولكن أن تعلل أن هنالك كرد نازحين من تركيا مثلا، نزوح طبيعي، نزوح إنساني من جراء العمليات العسكرية التي يقوم بها الجيش التركي على مناطقهم، ينسحون مرة إلى سوريا، مرة إلى العراق، مرة إلى دول أخرى، وتصير معسكرات، والمعسكرات برعاية الأمم المتحدة. لذلك ومنها هذا معسكر مخمور، معسكر مخمور اللي قتلوا فيه 50-52 فرد أيضا من المدينة. في سنجار فيها موضع جيوستراتيجي، يعني الاتصال بتركيا دون المرور بإقليم كردستان، هذا الموضوع يعزز مطامع تركيا بهذا الموقع. سنجار قضية أخرى، سنجار كسنجار قضاء قضية أخرى، قضية مختلفة. سنجار 7000 سنة، سنجار التاريخ، سنجار تاريخ أكبر من تاريخ الدائرة ما يدورها أجمعهم، تعرضت إلى أكثر من 72 هجوم أجنبي، فيها أسوار الرومان، وفيها بقايا الفرس، وفيها بقايا الإنجليز، وفيها وفيها وفيها. هي محطة أيضا، هي من أولى المحطات في هذه المنطقة في الطريق الحرير أو مشروع الحزام والطريق، هي النافذة الكبرى أيضا باتجاه تل أبيب ومقاتلة الإسرائيلي، هي موطن مكان التجارة مع كل دول الجوار، هي إشراف دولي، هي 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 فيها ما فيها من الأشياء الكبيرة، هي جنة الله في الأرض كما يصفها أهل سنجار، أهل سنجار يصفها هكذا لما تتمتع به من مزايا في داخل سنجار. ولذلك هي محط أنظار الأتراك ابتداء والدول الأخرى المجاورة، ويحاول الإقليم أن يذهب إلى حصة في هذه، أو أن يكون هو المهيمن وهو صاحب القرار الذي يهب إلى هذه الدولة، يهب إلى تركيا شيء جيوبوليتيكي في سنجار، ويهب إلى إيران شيء، ويهب إلى سوريا شيء، هو من خلاله ويكون هو المستفيد، بدلا من أن تكون سنجار عراقية وداعمة إلى كل العراق باعتبارها في هذا الموضع الجيوبوليتيكي المتميز بالنسبة إلى العالم سابقا وحاليا ومستقبلا ستكون هكذا. هو النافذة الأخيرة البديلة أيضا هي لتصدير النفط العراقي في يوم من الأيام، والبضائع العراقية واستيراد البضائع العراقية الممكنة لاحقا، والاستغناء عن فيشخابور أو الخليل أو ما شاكل، والذهاب إلى هذه المنطقة وتنتعش هذه المنطقة. ولذلك الاستقتال من قبل الحزب الديمقراطي لأنه يمثل الحكومة إقليم كردستان هو بحسابات سياسية واقعية لتعظيم المصلحة إلى الإقليم دون الدولة العراقية. والدولة العراقية منسجمة، الدولة العراقية بعنوانها بعنوان الحكومة منسجمة مع هذه الطروحات، مع تعظيم مصالح حكومة الإقليم ومع تعظيم مصالح الأتراك في سنجار على حساب العراقيين وغيره. طيب لما كانت الأنظار ترنو إلى سنجار أستاذ قصي وتتمتع بكل هذه المزايا التاريخية والجيوبوليتيكية التي تفضل بها السيد حسين شلوشي، طيب ليش راح نشوف كمعادل موضوعي لكل هذه النظرات الإيجابية؟ أكو عندنا صور ومشاهد تتناقلها الكثير من مواقع التواصل الاجتماعي، شهداء جرحى في سنجار من الأطفال خصوصا، لم نرى أن هذا الموقف يؤثر بالمجتمع الدولي بالمجتمع العربي، على الأقل لم تكن هنالك أي بيانات استنكار على هذا الاعتداء. برأيك هل هذا الموضوع تدخل فيه المصالح لبعض الدول العربية مع تركيا؟ نعم، لا شك اليوم يعني تتلاقى المصالح في ما هذه المسألة، يعني سنجار إضافة إلى ما تفضل به ضيفك، يعني أيضا يعني ذاقت الأمرين أثناء حقبة داعش، وتعرض حرائر سنجار إلى الانتهاكات، واعتبر من حقيقة مسألة إبادة جماعية لأهالي هذه المناطق. وبالتالي يعني اليوم لحد الآن يعني أكثر من نصف أهالي سنجار لم يعودوا إلى مناطقهم، وسنجار أيضا قبل فترة داعش، يعني إضافة ليس فقط سنجار، سنجار وكذلك مناطق الأقليات في سهل نينوى
هي دائما كانت حلبة صراع وخلاف ما بين حكومة المركز وحكومة الأقليم على من يسيطر على هذه المناطق، وبالتالي حصل ما حصل لأهالي هذه المناطق من الشبت والأيزيدية والمسيحيين والتركمان وبقية المكونات في هذه المناطق من انتهاكات من قبل عصابات داعش، وهذا كله حقيقة لحد الآن لم يوجد علاج للوضع في هذه المناطق، ولهذا الأهالي لم يتم تعويضهم من قبل الحكومة، لم يتم القصاص العادل من الذين ارتكبوا الجرائم بحق الأهالي في هذه المنطقة. ويأتي بعد ذلك بأنه تركيا اليوم من خلال أطماعها من خلال تدخلاتها اليوم تزيد من معاناة أبناء هذه المناطق، وأيضا تزيد القلق لدى الأهالي، وبالتالي يعني هذه المحاولات وهذه الأعمال أيضا يساهم في يعني حتى الذين موجودين في هذه المنطقة يفكروا في الخروج منها والنزوح مرة ثانية إلى مناطق خارج سنجار وخارج سهلين، وبسبب هذه الصراعات اللي دائما ليش ما كان هذا التفكير ابان فترة حشد الشعبي لما فرض سيطرته وقام بحماية هذه المنطقة؟ ليش كانت الصورة مختلفة تماما؟ نعم، الحشد الشعبي عندما كان ماسك بهذه القطعات ليش كانت الصورة ماكو هيك صورة عند الناس انه تعوف مناطقها؟ يعني للأسف اليوم هذا موضوع آخر طبعا، اليوم الحشد الشعبي موجود في سهل نينوى موجود، لكن اليوم هنالك حملة شعواء ضد الحشد، كما كانت هنالك هذه الحملة ضد الجيش والشرطة الاتحادية قبيل احتلال داعش للموصل. هذه الحملة اليوم بدأت من خلال تشويه صورة الحشد ومن خلال إلصاق التهم ضد هذا الحشد المضحي واللي ضحى بالغالي والنفيس بقياداته وبأفراده من أجل تحرير المحافظة من رجس الدواعش. لكن للأسف يعني اليوم هذا الحشد يراد النيل منه بطريقة أو أخرى من أجل إبعاده عن هذه المناطق، مناطق الأقليات. وبالمناسبة الحشد اللي موجود في مناطق الأقليات سواء في سنجار أو في سهل نينوى من حشد المكونات، يعني هم من أبناء هذه المناطق انخرطوا ودافعوا وضحوا، أيضا حالهم حال بقية الحشود اللي في مناطق الوسط وجنوب والفرات الأوسط اللي قدموا تضحيات جسام في تحرير من أجل تحرير هذه المناطق. وبالتالي أعتقد اليوم يعني هنالك حرب ليس فقط من قبل الجارة تركيا من خلال قصف المواقع وقصف الأهالي، لا اليوم أيضا هنالك في نفس الوقت حرب إعلامية وتشويه للصورة لمحاربة الحشد ومن أجل يعني إخراجها أو إصدار قرارات، وهنالك جهات للأسف داخلية أيضا تعمل على هذا الأمر، والسياسيين الطائفين المعروفين كانوا سواء قبل داعش والآن أيضا معروفين على الساحة العراقية من خلال تصريحاتهم من خلال نقلهم تقارير مضللة وغير حقيقية عن الحشد. طيب، مواقف دولية صامتة ومواقف إقليمية وكذلك الصمت الحكومي والنيابي والحكومة المحلية، كل هذه التشخيصات التي تفضلت بحضرتك وضيف الكريم، أيضا نتحدث عن موقف الحشد الشعبي اللي يرفض المساس بالسيادة العراقية ولا يجزئ بهذا الملف، تتوقعون بأن هناك موقف للحشد راح يكون حاسب ضد هذه الهجمات أستاذ حسين؟ الحشد الشعبي أعلن مواقف حقيقة يونامي نددت يعني كالعادة بلاسخارت وغيرها وحتى الأمم المتحدة نددت بقتل المدنيين في سنجار، ولكن أيضا دون إجراءات ودون إطلاق يد العراق في حق معين. تركيا حاليا تشتبك مع كل دول جوارها، يعني من الأوروبيين ومن الشرقيين، مع اليونان، مع قبرص، مع سوريا، مع العراق، مع غيرها من هذه الدول، والآن هي الدولة المتفلتة الوحيدة من كل القرارات الدولية. الحشد الشعبي أعلن مواقفه في الدفاع عن الأراضي التي حررها في أي مكان كان ومنها سنجار، وطالب بعدم الخروج من سنجار. وأنا قلت لك ملاحظة والأخ الضيف أيضا أكد هذه الملاحظة، أن الحشد الشعبي المتواجد في سنجار هو من أهالي سنجار، بمعنى أن أهالي سنجار من مكونات الطبيعية قادر للدفاع عن نفسه ولا يحتاج شيء آخر من خارجه.
الحشد الشعبي تولى دعمه وتدريبه وتجهيزه بالسلاح مع الحكومة العراقية وتقويته في إمساك أرضه وليس غير. أن تأتي قوة أخرى بأمر حكومة أيضا وأن تكون نافذة، مثلا أن يكون مدير البلدية من حزب الديمقراطي، أن يكون مسؤول الجيش أيضا من حزب الديمقراطي، أن تكون مكافحة الشرطة الاتحادية أن ممثلها من أيضا من حزب الديمقراطي. فأنت فرغت هذا الاتفاق، ولذلك هذا اتفاق سنجار فشل بشكل فشل ذريع وسريع، لأنه منحاز 180 درجة إلى صالح تركيا بالذات. أنا أقول تركيا لأنه تركيا والحزب الديمقراطي الكردستاني ينسقون حركتهم في داخل هذه المنطقة في كل منطقة شمالها. أنت الأخرى الأكثر من هذا الإقليم هو يقصف في دهوك، يعني الآن دهوك محافظة هم عراقية وهم ضمن حماية حكومة الإقليم، والإقليم عنده مكافحة إرهاب وعنده وبيشمالقة وأسايش وفارستين وكل القوى الأمنية الموجودة بالاتحادية موجودة، وأيضا لا يحرك ساكن. أيضا لديه تمثيل آخر، تمثيل سياسي وتمثيل اقتصادي في أنقرة، ويستطيع أن يرد ويستطيع أن يتخذ إجراءات، ولكن أيضا يختزل المصالح هو بهذا التنسيق والثنائية بين تركيا وبين الحزب الديمقراطي الكردستاني. هذه لا تحل أيضا بقرارات فردية من الحشد الشعبي. الحشد الشعبي الآن مؤسسة الدولة وجزء من المنظومة الأمنية وتابع إلى رئيس وزراء الحكومة العراقية، وبالتالي تكون حركته في هذه المحدودية. ولذلك الآن هذه دعوات أن تظهر مرة أخرى تعود المقاومة التي قاومت الاحتلال الأمريكي بإعلان نفسها مقاومة جديدة لمقاومة الاحتلال التركي، وبدون أي اعتراض من أي فرد موجود. مش مبادرة أو بيان صادر، هذا معلن الآن أمس، بيانات فصائل المقاومة كلها هكذا قالت، بيان كتاب حزب الله، تصريح وتغريدة الشيخ قيس الخزعلي والقوى الأخرى الموجودة في فصائل المقاومة، أن مقاتلة تركيا أولى من مقاتلة الأمريكان باعتبار التركي موجود داخل الأراضي العراقية، وهو لا ينتهك السيادة العراقية عبر الحدود فقط، وإنما هو ينتهك كرامة الإنسان العراقي هكذا. والأخوة في الإقليم يبدو غير متأثرين لا بهذه المسميات ولا بما تقوم به تركيا. هذا اتفاقات المصالح ما تصير على حسابات الدول بهذه الشكل وعلى حسابات الشعوب. استثمر وجود حضرتك استاذ حسين في الملف الثاني، واسمح لي ان اتقدم الشكر الجزيل للاستاذ قصي عباس الشبكي النائب السابق، حدثنا عبر سكاب منينا، وشكرا جزيلا لك استاذ قصي. ونتابع مشاهدي الاحبه بعد الفاصل. بعض القوى والقوى الناشئة تعقد اجتماعا موسعا لمناقشة الأزمة السياسية لوضع حلول من شأنها الخروج من حالة الانسداد السياسي الذي يخيم على المشهد. حياكم الله. مبادرة تطلقها القوى الناشئة يراد منها الخروج من حالة الانسداد السياسي اللي سيطر على المشهد من بعد انتخابات تشرين حتى الآن، فيما تؤكد هذه القوى متضامنة مع بعض القوى التقليدية بأنها تسعى لإنهاء الأزمة السياسية، فيما دعت أيضا إلى حل البرلمان وفقا للمادة 64 من الدستور. إذن مشاهدينا نتناول هذا الملف بتداعياته، ناقشه مع ضيوف الكرام، لكن بعد أن نشاهد تقرير الزميل علي حبيب. مبادرة جديدة أطلقتها القوى المدنية لإنهاء حالة الانغلاق السياسي الذي تعيشه البلاد منذ إعلان نتائج انتخابات تشرين. 8 كتل وحركات ناشئة و6 نقاط تضمنتها هذه المبادرة لتجاوز الأزمة الراهنة. فحوها الدعوة لتشكيل حكومة انتقالية مستقلة من الكفاءات تأخذ على عاتقها إجراء انتخابات مبكرة كحل ضامن لفك العقدة السياسية
والعبور بالبلاد نحو الضفة الآمنة حسب مخرجات اجتماعهم. تشكيل حكومة انتقالية مستقلة جديدة من الكفاءات الوطنية النزيهة تأخذ على عاتقها تهيئة الظروف الملائمة لإجراء انتخابات جديدة. نقاط المبادرة التي تختلف نوعا ما في طرحها دعت أيضا إلى حل مجلس النواب وفقا للمادة 64 من الدستور لإخفاقه في إداء الدور المناط به وعجزه عن استكمال الاستحقاقات الدستورية وتأكيده على تغليب لغة الحوار درءا لمفاهيم العنف وصدام الشارع. عندما يكون البرلمان غير قادر على أن يعالج المشاكل في إطاره وتضطر ويصير الأمور التوجه إلى خارج البرلمان لمعالجة المشاكل، طبعا هذه التداعيات كبيرة جدا، ولذلك احنا قضايا اللي ننبه عليها أنه ممكن البلد مفتوح على تطورات غير محسوبة العواقب ما لم تتخذ إجراءات حقيقية وجادة لإيجاد المعالجات الضرورية. وتؤكد هذه القوى المدنية أنها ليست جزءا من حالة الانسداد السياسي، لكنها تسعى إلى إيقاف تداعيات الأزمة بحل البرلمان وتوفير البديل السياسي. فهذه القوى ترى في بنودها أنها تؤسس لخارطة طريق جديدة عبر مشروع وطني جامع، لكن هذه الحلول المطروحة من القوى المدنية يراها البعض الآخر أنها لا تحل أحجية المشهد السياسي، وربما تدخله في متاهات أكثر تعقيدا إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار أن موقف حل البرلمان جاء بعد عدم تحقيق أي من هذه القوى مجتمعة لأي مقاعد نيابية حتى مع الخارطة الانتخابية الجديدة في تعويض النواب المنسحبين ببدلاء في الدوائر الانتخابية. علي حبيب، الأيام الفضائية. مجددا حياكم الله مشاهدي الأحبة، وجدت ترحاب بحضرتك أستاذ حسين، وأرحب أيضا بضيف الكريم الدكتور علي مهدي عضو الحزب الشيوعي العراقي. حياك الله دكتور علي ضيفا كريما. أستاذ حسين، اليوم لما تجتمع القوى المدنية، القوى الناشئة، القوى التقليدية، ولكن يبدو أن العامل المشترك الأكبر هو عدم الحصول على مقاعد، وبالتالي كانت هنالك دعوات إلى حل البرلمان لانفراجة سياسية جديدة، كيف تنظر إلى هذا الطرح؟ نعم، تحية لك مجددا وتحية لضيفك الكريم. حقيقة في نقطة كبرى أنا أعتقد في خطاب الأخوة من القوى التقليدية هي التي تصدت إلى المشهد في كلماتها، هي قوى مساهمة في الانتخابات وكل العملية السياسية من 2003، لربما لم تشترك قسم منها في 2021 ما اشتركت بهذه الانتخابات. أغفلوا نقطة هي من أهم النقاط وهي المرتكز الأساسي في كل الحركة. هم كان المفروض أن يتحركوا حراك سياسي اجتماعي بعيدا عن هذه المطالبة. ابتداء هم أخذوا دور الادعاء العام. الآخر هم ذهبوا إلى إغفال أن يجب أن يكون الحراك ضمن النظام العراقي الجديد، يعني النظام الديمقراطي الموجود. هنالك انتخابات، وانتخابات تفرز قوى سياسية تساهم أو لا تساهم، والانتخابات أيضا عندما تفرز هذه القوى في قوى كبيرة، في قوى صغيرة، وفي قوى تخسر وتذهب إلى السياق الطبيعي في تاريخ الأحزاب السياسية وفي تاريخ التجمعات السياسية الشبابية أو الكبيرة التقليدية والجديدة والمضافة، تذهب إلى الشارع، تذهب إلى المجتمع، تعالج، تصدر نفسها إلى المجتمع. لم يبدأوا هكذا، بدأوا من السقوف العليا، من سقف الادعاء العام وفرض مادة قانونية على حل البرلمان. تأتي هذه الدعوات في إتون أزمة سياسية واقعية في داخل العراق بالنسبة إلى القوى التقليدية، وهنا لربما الجدوى الكبرى بالنسبة إلى حركة هذه الأحزاب فقط في هذه النقطة، أنها ضغط جديد على الأحزاب أيضا للتحرك بسرعة أكبر في حسم الملفات. هذا بالنسبة إلى الحراك. أما تشكيلها وعددها وحجمها وقدرتها، هذا موضوع أنا أعتقد يعني سابق لأوانه. الآن نتحدث عن الحجوم إذا تسمح لي أستاذ حسين مع ضيف الكريم دكتور علي مهدي. دكتور علي، لما يطرح أستاذ حسين شلوشي قضية الحجوم، طيب بما تقاس الحجوم للكتل التقليدية التي اجتمعت والكتل الناشئة والحركات المدنية بجماهيريتها أم بعدد مقاعدها،
بالتالي مبادرة القوى الناشئة اللي تدعو إلى حكومة انتقالية تتكون من الكفاءات بعد إجراء انتخابات مبكرة، إلى أي مدى يتوافق هذا الطرح وهذه الرؤية مع الوضع الراهن؟ شكرا جزيلا لاستضافتك وتحياتي لك ولضيفك الكريم وكل متابعي قناة الأيام. أعتقد يعني القوى المدنية المجتمعة ما بين القوى التقليدية بين قوسين والقوى الناشئة اللي نشأت بعد حراك تشرين هي كانت بالأساس داعمة إلى النظام البرلماني، النظام القائم على التداول السلمي للسلطة وعلى مبدأ الأغلبية والأقلية، وكانت هي بهذا الاتجاه أن تكون طبيعة الحياة هكذا إن كانت هي موجودة بالبرلمان أو غير موجودة بالبرلمان، فكانت هي هذا مسعاها. لكن أمام الاستعصاء اللي صار داخل مجلس النواب من صارت الانتخابات وإعلان نتائج الانتخابات والاعتراضات على النتائج ومن ثم عدم انتخاب رئيس جمهورية، فقسم من القوى التيار الديمقراطي والأحزاب الناشئة قدمت شكوى إلى المحكمة الاتحادية، وهذا ما له علاقة بصغر هاي الأحزاب أو كبرها، هاي هي تشعر بمسؤولية تجاه البلد أمام الانسداد اللي إحنا موجودين به، تعتقد بأنه الآن مجلس النواب لم يعد يمثل الإطار الحقيقي لتطلعات الشعب العراقي، لأنه ثلاثة أشهر الدستور العراقي أكد بأنه من الجلسة الأولى خلال شهر من الجلسة الأولى يتم انتخاب رئيس جمهورية، لكن مجلس النواب لم يحترم الدستور ولا يتقيد بمواده ولا يتقيدوا بالقسم اللي قدموه أمام الشعب وأمام الهيئة القضائية. فلهذا نعتقد بأنه مجلس النواب أخل بالتزاماته تجاه الشعب، وهذا ما له علاقة، هذا قليلين ولا كثيرين ولا هواية، وأنا أعتقد يمكن هم قدموا دعوة وينتظرون 28 بالشهر المجلس الاتحادي يثبت بهذا القرار، لكن أمام التوقيت دكتور علي لو سمحت لي، من ناحية التوقيت هل أنه هذه الاجتماعات تساوقت مع ما ذهب إليه التيار الصدري من سحب نواب الكتلة الصدرية من البرلمان؟ تقدمت الشكوى في 10 آذار أستاذ، يعني حتى واحد يعني لي يزامن ما بين هذا ما أسأل عنه حتى توضحها، هذه الدعوة تقدمت 10 آذار إلى المحكمة الاتحادية تم تبنيها من التيار الديمقراطي وتقدمت باسم حزب الأمة والحزب الشيوعي، فما له علاقة بالاستعصاء اللي وصل إلى هذه المرحلة، لكن هاي القوة اجتمعت قبل فترة ووصلنا قناعة كاملة أمام هذا الوضع، هل أمام إحنا فوضى، هل أمام أوضاع غير طبيعية، العودة للشعب أمام هكذا أوضاع هو الأفضل هو الأحسن، وأنا أعتقد كثير من الدول عندما التوازن ما بين القوة يكون ما يسمح بأنه طرف يعني يمثل الأغلبية وطرف يمثل الأقلية، هو نعيد للشعب اللي انتخبهم، فأنا أعتقد الدعوة إلى 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 حل مجلس النواب ولا انتخابات جديدة وتشكيل حكومة تعبر عن يعني على الأقل شيء تدير هذه المرحلة إلى حتى الانتخابات، وأنا أعتقد يمكن انسحاب القوى يعني بالأخص الصدريين يمثلون القوة الفائزة الأولى في مجلس النواب، إحنا أمام يعني وضع غير طبيعي، يعني أعتقد اليوم أحداث الناصرية كشفت طبيعة هذه الأوضاع، يعني الكتلة الكبيرة في مجلس النواب عندما تخلي الساحة من مجلس النواب ليس لا يعني ليس يعرف الآخرين بأنه خلت الشارع. اسمح لي دكتور علي أيضا في هذه الجزئية اللي طرحتها أشرك الأستاذ حسين شلوشي، لما يتحدث الدكتور علي مهدي من الناحية القانونية والدستورية وحل البرلمان وفق المادة 64 وهذه القوى الناشئة لربما حركة وعي هي تبنت هذه المبادرة الأخيرة، رغم ما أوضح أنه الحركات المدنية والحزب الشيوعي من شهر الثالث لربما كان قد دعا إلى حل البرلمان، ماذا لو أخفق حتى البرلمان الجديد في القيام بمهام المناطة به؟ البرلمان الحالي هل هو قادر على الخروج بمسارات جديدة وفقا للحلحلة أو المستجدات التي حدثت في الساحة العراقية أستاذ حسين؟ نعم، بالنسبة إلى البرلمان هو مؤسسة تشريع كما لا يخفى، ومؤسسة رقابة، وأيضا هو نتاج
هذه الحاضنة الاجتماعية وهذا المجتمع العراقي وهذه نتاجاته وهذا الموجود بالمجتمع العراقي، وهكذا أفرزت الانتخابات. الآن فيها تزوير، فيها إضافات، فيها تعديل، وبذلك فيها تهميش إلى أصوات كثير من أبناء الشعب العراقي. هذه القوى المجتمعة وفي الإعلان عندما أعلنت هي لم تعلن عن خطة، عن تنمية، عن بناء. هي لاحظ جميع الفقرات، هي تريد استبدال أفراد بأفراد، كفاءات من كذا، كفاءات من كذا، وأنت تتولى هذا. وهذا الموضوع يعودنا وين؟ إلى ما قبل الصفر، وليست إلى المربع الأول، إلى المربع الصفري. الآن البلد يريد معالجات، معالجات قد تكون سحرية أو هكذا، يطالب الشعب بمعالجات سحرية. إحنا بالأمس خدع الشعب العراقي وسرقت كل جهود كثيرين، سواء في التظاهرات في تشرين أو في غيرها، واعتلت قوة سياسية سمت نفسها قوة ثائرة وقوة تشرينية وكذا وكذا، والآن هي جزء من هذا البرلمان. أيضا سبقتها حكومة أيضا ترشحت وبضغط من هذه التظاهرات. والملاحظة المثبتة الآن كلما نخرج تظاهرات على إزاحة شيء تأتي بشيء للأسف الشديد أسوأ منه، يعني بالتالي هذا حراك غير منتج. المطلوب حراك منتج. أقول هذه الكفاءات التخصصية، وأنا أعتقد بذلك، الكفاءات التخصصية الميدانية والمعرفية الموجودة سواء في تجمع الأخوة، في الديمقراطي والأمة وهذه القوى، زائدا القوى الناشئة، إذا كانوا يمتلكون كل هذه التخصصات، وبالتأكيد لديهم رؤى تخصصية، وهذه الحلقة المفقودة في إدارة الدولة العراقية، أن الدولة العراقية لا تسير بمنهجية أو ببرنامج عمل دقيق على كل مقاسات العلمية، بمعنى هكذا نصدر النفط، هكذا نستورد الغذاء، هكذا نعظم الموارد، هكذا هكذا هكذا، في مسالك علمية. أقول هذه التي تقدم، هذه الحاجة العراقية الحقيقية. الآخر الوقوف في قضايا العراق الكبرى، وإحنا بالملف الأول كنا نناقش هذه الانتهاكات التركية. هذه القوى جميعا ولا واحد من هذه القوى أدان هذه الانتهاكات وقتل الأطفال والنساء والأبرياء في سنجار بعنوان مقاتلة منظمة إرهابية. التواطؤ السياسي أيضا من القوى السياسية التقليدية ومن القوى الناشئة مع الأجنب، وفي كل هذا التجمع الجميع يرتبط بعلاقات مع حكومة الإقليم وأحزاب الإقليم، وأحزاب الإقليم جزء من الاتفاق مع تركيا على قهر الشعب العراقي. هذه مسائل ذات مساس مباشر، الجوع القادم إلى العراقيين وإلى العالم. هكذا أنا عندما أتحدث، لا نتحدث أنه أستبدل أحمد بفلان أو فلان بفلان، لا، أنا أستبدل بفكرة بفكرة وأقدم خطة عمل، وليعملها أحمد وليعملها سين وليعملها صاد، لأني حريص على بلدي بهذا العنوان. الآخر وعاء الأكبر وحركة الأكبر، هكذا أرى، يعني بالنسبة لي لا، منظور الأحزاب السياسية حركتها الكبرى هي في داخل المجتمع، في داخل المجتمع. الآن ما هو المهدد إلى المجتمع؟ نقول مثلا الأجندات الأجنبية، والأجندات الأجنبية يجب أن نكون منصفين، هذا دور الكذائية والدولة الكذائية والدولة الكذائية، ونقول ما لها وما عليها دون تردد، ودون أيضا مهادنة إلى هذا الطرف أو ذاك، أو لحسابات مستقبلية في منصب أو في إدارة أو في وما إلى ذلك. طيب. هذه المفردات، ولذلك نتمنى أن تكون هذه المراجعة على وفق إفادة تقديم الفائدة والجدوى إلى البلد. طيب. إلى الشعب من خلال هذه المعارف، وبالتالي حتى يتكون جمهور واعي. وتستطيع في هذا الجمهور الواعي أن تشكل لاحقا قاعدة جماهيرية تنتخبك وتنتخب. طيب. كتلتك وانت تصير لما تكون جدوى هي المصلحة الوطنية دكتور علي، وبالتالي هذه المسارات مرهونة بوقت. هل نمتلك الوقت الكافي لإعادة انتخابات، تشكيل برلمان جديد؟ التحديات والتهديدات التي تفضل بها أستاذ حسين شلوش تبدو أنها كبيرة، عالمية وإقليمية ومحلية. احنا في نظام ديمقراطي وفي نظام برلماني، وأعتقد كل حزب هو يعني يعتقد هو يمثل الوطنية، وكل حزب يعتقد هو يصبو إلى أن يحقق مطامح الشعب. من الصعب هذا الحزب يقول أنت ما تمثل أو أنت
عندك أجندة أجنبية وعندك علاقات معينة. فأنا أعتقد شعبنا هو اللي نحتكم إليه. يعني أعتقد أنا أشوف الأوضاع اللي تصير عليها أوضاع غير طبيعية. فإحنا ما عندنا هل أكو إمكانية إحنا نتجاوز الدستور؟ ما أعتقد. كل إحنا إذا نتجاوز الدستور كل إحنا متضررين. إحنا قوة سياسية متصارعة فيما بيناتنا، أحياناً نستخدم أجندة غير يمكن حتى نتجاوز بها الأطر المتعارف عليها. بس أعتقد لازم إحنا نحتكم للدستور اللي هو ينظم الحياة السياسية فيما بيناتنا. إحنا عندما طرف معين يخلي الساحة وأعتقد عدة حضور بالشارع العراقي، أنا أعتقد العقل هنا يجب أن نحركه. العقل نحركه نفس أخلاق الساحة دكتور علي. بس اسمح لي خلينا نرجع بالتاريخ حتى نستفيد من بعض الحالات. لما تشير حضرتك للتيار الصدري عندما أخلى الساحة السياسية من نوابه، هذا الموضوع أيضا حدث في الانتخابات السابقة، تحالفتم مع التيار الصدري كحزب شيوعي عراقي وبالتالي أيضا أخليتم الساحة النيابية من نوابكم. لا العفو، يعني هذا شيء آخر تسويه من إرادتك، وأحيانا أنت تخلي الساعة بس ما تأثر على الميزان القوى، ما تأثر على ميزان القوى. يعني يمكن واحد عنده نائبين في مجلس النواب في من 325 يعني حسب شيوعي بتاريخه ونضاله، يعني بس النائبين ينسحبن. وها هي أنا أعتقد العدد الآن اختل بهذا. يعني أنت لو تلاحظ اللي كل اللي يحضروا بالانتخابات 20%، إذا أنت الآن العنصر الكبير طيب. اللي عنده 73 نائب، اللي عنده أكثر من مليون نائب ينسحب. بصراحة حتى هذا تمثيل مجلس النواب يمكن راح يصير ما يمثل غير 15% من القوة التصويتية للشعب العراقي. فأنا أشوف من هذا الباب زين واحد يفكر. نحن كقوة ديمقراطية إلى جانب الآليات الدستورية، يعني مريد أي عمل نخطو بالضد من الآليات الديمقراطية اللي موجودة بالدستور. إحنا من ندعو إلى حكومة انتقالية، حكومة تهيئ أجواء مناسبة للانتخابات. أنا أعتقد من باب المصلحة الحقيقية للشعب العراقي، وأتمنى الحكومة تعكس كل الأطراف الموجودة. دكتور علي حتى تتم الحديث دعنا الدقيقة الأخيرة رسالة حسين شلوش، لما هذه الكتل الناشئة والكتل أو الأحزاب المدنية تريد إعادة انتخابات حتى تغير بعض المعادلات السياسية، راح تتاح لها الفرصة حتى لو أتيحت إعادة الانتخابات الوصول إلى البرلمان؟ أتيحت لها الفرصة كاملة يا عزيزي، وحكومة الكاظمي تمثل هو هذا الحراك وتمثل هذه الأحزاب التي اجتمعت الآن. والآن الاعتراض هو على حكومة الكاظمي أكثر من الاعتراض على أي حكومة أخرى، سواء في هدر الموارد أو في فساد الموارد أو في الأداء الحكومي. هذه فيه نسب، وهذه النسب لدى الخبراء الموجودين اللي ينوه عنهم بيان الأخوة المدنيين، وهذه التي يجب أن يعرفها الجمهور. أنتم يا جمهور قبلتوا بهاي الحكومة وها كانت انتقالية، يعني هنبقى حكومة انتقالية ورا حكومة انتقالية؟ يعني شو وقت انتخابات مبكرة وعد انتخابات أخرى مبكرة، وهكذا ندخل في هذه الدوامة. أيضا راح يطلعوننا أيضا 10 أحزاب وبسهولة، 10 أحزاب وراء هاي الحكومة أيضا هم تتأخرون 2-3 ما يصيرون تعال سوي انتخابات مبكرة. الآن نحتاج إلى قفزة أخرى أكبر من هذا. في مفردة في علم الاجتماع وعلماء الاجتماع في المعاصرين الآن الأمور غير الطبيعية تعالج بحلول إبداعية جديدة. طيب احنا ايضا اجرينا استطلاع لمتابعي موقع قناه الايام الفضائيه، سالناهم هل تعتقد ان ذهاب القوى الناشئه بصف واحد مع الاطار سينهي حاله الانسداد السياسي؟ تساوقت الاراء بنسبه 73% قالوا نعم، و 25% قالوا كلا، و 2% تحفظوا على الاجابه. الدكتور علي مهدي عضو الحزب الشيوعي العراقي، شكرا جزيلا لهذه الايضاحات، اشكرك مره اخرى. والاستاذ حسين شلوشي الكاتب المحلل السياسي أثرية الحوار في ملفين، شكرا جزيلا لحضرتك. شكري موصول لكم مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة، في أمان الله.